يا عيال فاول ضد دخية، تتوقعون اجيبه؟ انا احس اني بجيبه. طيب اليوم نكمل المهنة، بس قبل خلوني اقول لكم كذا سالفة بسيطة، وليش ما نزلت انا من زمان يعني، وليش برضو لابس يعني كمامة الحين وانا جالس اكلمكم. انا كنت ناوي انزل مقطع ليلة العيد ومقطع في يوم العيد نفسه اللي هو كان يوم الاحد، بس يوم 30 رمضان جاني الم هنا في سني، كان يعني صراحة والله جد ما اقدر حتى اسجل يعني. الزبدة اني قلت خلاص اوكي اول يوم عيد ماني بقادر اسجل ولا ذا، خلني بسجل ثاني يوم عيد. يوم قمت ثاني يوم اللي هو ثاني يوم في العيد 2 شوال لين السن او اللثة من تفخة. طبعا مثل ما تعرفون حجر كامل، ولا يمديك مثلا تروح الدكتور عشان يضبط الموضوع، فتضطر تنتظر. المهم ان انتفخ من هنا يعني الفم ينتفخ من هنا بسبب السن. في نفس الوقت ما كنت اقدر يعني اتكلم وقت طويل نفس تسجيل الحلقات نفس زي كذا، لانه كان يوجعني فهمتوا. فاضطريت اني اكتب لكم، انا اكتب في اليوتيوب فيه شيء اقدر اكتب لكم مثلا رساله ولا شيء، كتبت لكم اني ما اقدر انزل لمده يومين وزي كذا، ولا كان المفروض ان الحلقات ما توقف حتى يوم العيد ويوم 2 شوال واكمل، يعني الموضوع كان عادي. ولا كنت ناوي ابدا اني اوقف يعني، وكنت بنزل حلقه خاصه بالعيد، بس كلها ما قدرت اسوي ولا شيء، ما قدرت اتكلم زي الحين. انا ماخذ راحتي اليوم لان اليوم احسن يعني. انا لابس الكمامه اليوم عشان يعني هو باقي الانتفاخ شوي، بس الحمد لله اقدر اتكلم يعني بطريقه افضل وزي اول يعني زي كاني طبيعي. فبنخلي الكمام مدري مقطعين ثلاث بس كلها كم يوم ان شاء الله، وافك الكمام ويرجع الوضع طبيعي اذا يعني راح الانتفاخ البسيط اللي هنا. طبعا اليوم قدرت اسجل الاوضاع تمام اليوم، يعني اقدر اتكلم مثل ما قلت لكم، فعشان كذا قررت اني اسجل مهنة لاعب بما اني من زمان ما نزلتها. وصح نسيت اقول لكم كل عام وانتم بخير لان تاخرت شوي يعني ما قلتها، بس سوي عادي يعني ما جت فرصه اني اسجل اليوم الصراحه، واليوم بما اني في حال افضل ان شاء الله حلقه بتكون حلوه. طبعا اللي يتذكر القائمه اللي سويناها بافضل الحراس في الدوري الانجليزي، شطبنا منها اليسون لان سجلنا ضده، فيعتبر اليسون هو من الحراس اللي سجلت عليهم في العالم، فيعتبر هو حارس كويس. فراح يكون في قائمه ثانيه لافضل الحراس اللي سجلت انا عليهم، يعني إليسون انشطب من الدوري الإنجليزي يضاف القائمة اللي أنا سجلت عليهم. بعد من مباراة ليفربول اللي لعبتها في الحلقة اللي فاتت، لعبت كم مباراة خلف الكواليس كانت يعني بيض لو تلاحظون، لعبت جولتين أو ثلاث، لعبت جولتين إيه كلها سجلت فيها هاتريك. من بعد مباراة أتوقع مباراة وستهام ولا ذولي، لا أتوقع قبل من هذه المباراة ما عاد لعبني المدرب، والله يا عيال 7 جولات وهو ما يلعبني، حطني دكة ما أدري ليش، مع إني مسجل هاتريكين يعني في مباراتين ورا بعض. فبنشوف اليوم بيلعبني متى الأوضاع. الحين تشيلسي محاكاة، بعدها في الكاس، في ليفربول، في الأنفيلد، أنا أبغى ألعب ليفربول. طيب خصوصا أني بديت أقرب من هداف الدوري، ستيرلينج شوفه مسجل 20 وأنا مسجل كم؟ 14 أنا مسجل، بس ستيرلينج لعب 27 مباراة وأنا ما لعبت إلا دقيقة، أنا ويني ترتك شوي ضيع، أنا ما لعبت إلا 12 إيه، لعبت 12 سجلت 14 والله هداف. بس المدرب له 7 جولات ناطلني دكة، يعني كان يمديني أجيب الهداف بس ما أدري إيش فيه علي. خلونا نحاكي تشيلسي الحين، أوكي خسرنا. بروح اشيك على مركز التشكيله، من اللاعب اللي جاء وطردني من مكاني؟ كلهم انا على طاقه منهم، وش السالفه؟ وش في طاردني اجل من التشكيله؟ انا 81 طاقتي زبده. خلونا نتمرن ان شاء الله يلعبنا مباراه ايفرتون ونثبت نفسنا اساس يدخلنا على مباراه ليفربول. اوكي يلعب بس انها في الكاس يعني مو في الدوري، بس اني بلعبها بحاول اثبت نفسي يعني له. زبده انا رجعنا الحين للمباريات، فخلونا نبدا. اصبروا نشيك على حارسهم، هم لاعبين بيكفورد اتوقع كان اسمه زي كذا، برضو ما لعب. اوكي يلا يعطيك العافيه، بينيه. اوكي اوه لا لا المهاره ما راحت. اوه اوكي سجلت في البدايه، لا رجعه قويه ان شاء الله، والله هجمه حلوه مع الفريق صح عليكم. بحاول اليوم ذا الحلقه يكون فيها كميه اهداف، فبحاول الموضوع ما في رحمه. اوكي اليسار عاد، والله حلوة. اوكي سجلها، كنت بسب الا شوي، كنت بقول ايش في ذا الملقوف شات، بس والله حطها صح، والله العظيم اشغل امي. اوكي. والله حلوة التمريرة، يا اخي كيف ضيعتها انا؟ كوبري، دخلها كوبري. يا اخوي انتم واقفين يتفرجون علي وانا جالس اركض.
يا الله يا عيال، انا ايش جالس اسوي؟ ضيعت على نفسي هاتريك في ذا الشوط. يا الله تمركز الجيد يساعده في قطع الكرة، يتقد فرصة متاحة للتسجيل. يا اخوي يخلص يا هشوة، جالس يسابق الكورة، فجر امها بالمرمى يا ابوي. الله اخيرا سجلت هدفين، بس ايش رايكم في التحرك؟ شفوني شفوني في النص بعدين دخلت اساس اقدر اشوت، فتحت لنفسي مساحه. اوكي ما عليكم، انا تكتيكات عندي. الله عليك، لا 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 لا، الله 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 يا الهجمه يا عيال بالله كيف؟ والله دعسناهم دعس 5-0، ساتر هذه الرجعه القويه ذي. اوكي خلاص المباراه انتهت، سوي لها محاكاه 5-0، مباراه جيده الصراحه. الحين ندخل على مباراه ليفربول، اتمنى بعد الاداء حقي انه يلعبني ليفربول. سجلت هدفين صنعت 3، يا اخي ليش محاكاه؟ يا عيال ليش ذا صاير ينطلني في الدكه في الدوري؟ ما يبيني اصير هداف الدوري ولا شو الوضع؟ والله يستهبل المدرب، حتى الكاس حاطني دكه. البرازيل اختيار الفريق الوطني، اختاروني مع البرازيل في مباراة بيرو ومباراة الاكوادور. اوكي 25 مارس يوم 29، والله شيء جيد يا عيال، بنلعب مع شو اسمه، بنلعب مع البرازيل. بس لحو يا عيال وش جاه المدرب علي؟ والله شوتني دق، المشكلة نخسر ها من زين نتائجكم انتم، كيف بجيب هداف الدوري الحين؟ والله ما ادري، بجيب هداف العالم، الحين بنلعب مع شو اسمه ذولي مع البرازيل ونجيب هداف العالم، اوكي يلعب، العب شفتوا؟ شوفوا المنتخب، يلا يا شيخ روح، أول مباراة مع المنتخب البرازيلي، اوكي أنا، شوفوني عبد الله وجابرييل جيسوس نيمار آرثر، والدفاع لك عليه شوي بس إليسون موجود، إليسون 91 طاقته، اوكي يلا ندخل ضد فيرو الحين، تصفيات كأس العالم، اوكي، ما في كأس، لأن مو بكأس العالم ذا، وش فيهم ذولي؟ يا عيال صار لي جلتش، صار لي جلتش، اوكي خلنا ننظر يمكن في اشياء تضحك، شو السالفة؟ اللاعبين ما دخلوا، شوفوا معلقين تحت، والله نجلس الناظر ها، خلونا ننبسط شوي، اوكي شوفوا ذا اللي دخل، ما شاء الله العيال، كذا يدخلون الملعب، يمكن عشان الكورونا متبعد، يا ابوي ايش جالس يصير؟ اوكي دخلنا احنا البرازيل على جنب، والشاشة تهز ما ادري ليش، بس اوكي الدخلة غريبة بس يلا يلا نقدم مباراة رهيبة. اوكي صح عليك اول لمسة صح، اوه دانييلو خذ، لا لا ليش ليه ليه حلوة، اوكي يا ليل ليل احسنت، اوه لا حرام، اوكي عد من الاول الثاني، نيمار خذ رجع، يا الله جيسوس يا اخوي شوت يا جيسوس، والله حتى طلبت منه يشوت، صح صح اوكي خذ نيمار هنا، لا كنت باخذ اول هدف لي بعد اسيست من نيمار، الله اكبر يا عيال 30 دقيقة عشان اسجل اول هدف لي مع البرازيل. خلوني اقول لكم شيء بالنسبة لاهدافي مع البرازيل، فانا بحسبها يعني بحسب كم هدف سجلت بمسيرتي مع البرازيل. يقطع ابو القوة يا شيخ، بالله كيف الهجمة؟ والله هجمة خرافية 1-2، والله اللعب حلو مع البرازيل، ثاني هدف تاريخي مع المنتخب البرازيلي. اوه نيمار اللي شوت هنا، حسبه هنا. نيمار يلا طيب. اوه اوكي حلوة. اوكي. ما عليك. هاي فارس عوض كيف؟ فاول طيب. اوكي كمل كمل كمل. كمل كمل. كمل ها. يا ساتر فابينو يا ملقوف ايش جابك هنا؟ يا اخي استهبل، اوكي هدف بس استهبل، انا كنت بسجل هاتريك. لين متى بتفلسف انا؟ يا الله الهاتريك ما يبي يجي. وين؟ يا عيال جايب العيد، انا نزل تقييمي من 9 لين 8.5. روبرتو فيرمينو، ارتور ميلو، ضغط مستمر، يا عيني الهجمة البرازيلية. يا اخي ابغى هاتريك، باقي كم ثانية خلص. ارتور ميلو صح يا ارثر. اوكي ليل عاد حرام انتهت يا اخي، كنت ابغى هاتريك بس صراحه اثبت وجودي، يعني اثبت وجودي اني استاهل مركز اساسي في مباراه ضد فنزويلا او الاكوادور، الاكوادور ذولي محاكاه. اوكي نطلني في الدكه صح 5-1، اتمنى المدربي هنا في الفريق شاف مبارياتي مع البرازيل وحاطني دكه، شيء احصائياتي اصلا لعبني ضد نيوكا
محاكاة، والله انه قاصد عشان ما اخذ هداف الدوري. حرام والله يضيع علي هداف الدوري زي كذا. مشكلة يخسرون يعني على الاقل خلنا نشارك في الابطال. تلعبني ولا يعني اوكي العب العب اوكي انا اوريك يا عيال دخيه يلعب، يمكن ينشطب من القائمه ويضاف القائمه اللي سجلت عليها. عندنا فرصه اليوم، اوكي قطعها. عندنا فرصه نضرب دخيه لي، والله انك اسطوره. اوكي يا سلام، يقطع بليس افرد. اوكي انا في مكان خطير. اوكي عد من ماجواير. اوه يا اخي ابغى اضرب دخيه، انا ابغى اسجل ضد. يا ليل دخية شكل أصعب حارس. خير أوه يا يال، فاول ضد دخية. توقع أنا أجيبه أنا أحس إني بجيبه. أوه دخية يبلع من فاول يا يال، نفس طريقة الفاول اللي قبل تتذكران. واو يا دخية جالس تتفرج عليها، والله إني خرافي بالفاولات. اشطب دخية من القائمة يا ابوي، اشطب دخية. شوفوا كيف، شوفوا اللعبة. لا دخية اوكي ابلع، حسب لي اسيست. اوكي قال لكم اليوم بتشوفون اهداف كثيرة، تونا باقي بعد. ابلع اسيست، يقطع بليسك يا دفاع. يا ساتر والله، بس اني جالس ابدع انا في حلقة اليوم، وجالس اسكت المدرب عشان يشوف. ها هذا ثبات الكلامي بعد. ابلع بس على دخية وباليسار، والله هدف رهيب بعد. اوكي والله حطيتها صح انا. ها ايش رايك انت الحين مدرب؟ حطني دكة ذا المريض. وش ذا اللعبة الحين؟ اوكي اقول انقلع. يا ساتر بينيتك صح. اوكي ماجواير بطيء. خير والله العظيم ودي اكسرك. اوكي متسلل اصلا. اوكي انتهت المباراة 3-0، مباراة حلوة ودخية انشطب من القائمة. والله شوف شلون العب، حرام يا اخي يحطني دك كذا سحب علي، خصوصا الهدف ذا باليسار يعني مو برجلي الاساسية وحطيتها في الزاوية. والله رهيب. اوكي بسبب الدكة مركزي لين الحين السادس على هدافين الدوري، صار الفرق بيني وبين ستيرلينج 10 اهداف. يعني انا والله استغرب من المدرب، وش السبب اللي يخليه يحطني دكة؟ كان الحين على الاقل حنا هدافين الدوري. اوكي انا بوقف هنا، في الحلقه الجايه في نصف نهائي كاس الامارات وفيه توتنهام بعد. ممكن الحلقه الجايه تكون نهايه الموسم الاول، بعدها الموسم الثاني نتناقش على موضوع الانتقال ومدري وش في الحلقه الجايه ان شاء الله. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، لا تنسوا لايك واشتراك، مع السلامه.